وسهلا ومرحبا سيدتي وسادتي في حلقة جديدة من برنامج متعة رياضية. سي عبد الله صديق وزميل ديالنا، مرحبا. مساءكم سعيد سي احمد والمستمعين الكرام، ومرحبا بالضيوف الكرام. اهلا وسهلا اخت بشرى، فاعلة رياضية رئيسة نادي نسوي لكرة القدم تشتغل على الصعيد الوطني. اهلا وسهلا اخت بشرى حمانو. مساء النور عليكم جميعا. نعطيو المايك لسي عبد الله اللي غيتكلم على كرة القدم النسوية الوطنية. تفضل سي عبد الله. شكرا سي احمد. قبل ما نتكلموا على كرة القدم النسوية، المنتخب البلجيكي حافظ على الرتبة الثانية عالميا من حيث تصنيف الفيفا. بالنسبة للبطولة البلجيكية ستنطلق نهاية شهر يوليوز، حوالي 25 يوليوز، والمقابلة ديال الافتتاح هذه تجمع ما بين ستوندارد لياج وفريق لا غونتواز. نعود عند ضيفة ديالنا الأستاذة بشرى، ماذا عن واقع كرة القدم النسوية بالمغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء النور عليكم جميعا. كرة القدم النسوية في المغرب ما شاء الله تحت إشراف السيد الرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم النسوية السيد فوزي القجع، ولات كتديفلوبا كيما كنقولوا، كتنتشر بزاف في المغرب بحكم الدعم ديالو لا مشروط لعدة فروق من اجل توسيع القاعدة وتطوير كرة القدم النسوية في المغرب. وبالمناسبة نهنيو سي فوزي القجع على انتخابه رئيسا لجامعة كرة القدم للولاية الثالثة. تفضلي. كما قلت لك بأن الحمد لله في المغرب ولاو عندنا تحنا عدة فروق ولات كتمارس كرة القدم النسوية، ولينا كنفتحوا تحنايا على الفرق الأوروبية باش ندعموا الفرق ديالنا، بعد ناخذ منهم بعض الخبرات الحمد لله. هي في الحقيقة اون بارلي دو تابو ملي يتعلق الأمر بكرة القدم النسوية، والمغرب قطع أشواطا كبيرة نحو يعني باش يخلي الفرصة للنساء يمارسوا كرة القدم. يعني كيف استطعتوا أنتما باش استقطبوا الفتيات المغربيات لممارسة كرة القدم رغم الظروف الصعبة ورغم الكليشي سوسيو؟ واش نستقطبوا من خارج المغرب؟ لا لا لا، غير من المغرب. وهي فكرة زعما ديال استقطاب للكرة، هي ولات دابا كرة القدم في المغرب بحال أي رياضة كتمارس، ولات هي منتشرة بزاف، ولينا حنا كرؤساء فتح الأبواب ديالنا دير المدارس من أجل التكوين وتأطير اللاعبة، ولينا كنشتغلوا على سبوريتود ماشي غير الكرة القدم فقط، ما كنشتغلوا على سبوريتود. هذا كامل بتوجيهات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفة عامة، والحمد لله احنا غادية كرة القدم في التطوير. مستمعينا الكرام، إذا عندكم شي سؤال للضيفة ديالنا 0032 483 185 293، vous pouvez vous exprimer aussi bien en français qu'en arabe. إليك الخط سي أحمد. مرحبا سي عبد الله، مرحبا ثانيا بالأخت بشرى. الأخت بشرى تكلمتي على الجامعة الملكية المغربية والدعم ديالها لكرة القدم النسوية في الوقت اللي كنعرفوا أن كرة القدم المتنوعة كتعيش مع العصبة الوطنية المتنوعة اللي عندها رئيسة ديالها اللي كتقدم الكثير كرة القدم الوطنية. انتما كفريق ولا كجمعية ديال جيل المستقبل مدينة طنجة كتعيشوا مجموعة ديال الإكراهات، مجموعة ديال المشاكل من حيث البنية التحتية، من حيث العنصر البشري، كيفاش كتعالجوا هاد الأمور ديال أخت بشرى؟ وصراحة أنا كرئيسة فريق، دابا نهضروا على كرئيسة فريق جيل المستقبل، الإكراهات كجميع الفروق اللي في المغرب كاملين كتكون
تلقاو صعوبة في الملاعب باش نمارسوا كرة القدم، ولكن لكن الرئيس كيكون كما كنقولوا كومبيتو، كيضحي من وقته يضحي من ماله يقدر ينجح، لان لولا ضروري الدعم ديالك، خصك الدعم الفرقه ديالك، ماشي تبقى تستنى الدعم تيدخل هات تفكر بانك تعطي مستقبلا الفرصه لهاد البنيات ولا هادي، ضروري من التضحيه هات توصل، لان ماشي ساهل باش تجي الجامعه وتدعمك ولا العصبه وتدعمك ولا اي جهه تدعمك الا ولا شافوا شي خدمه هذيك الجمعيه واش كتشتغل واش ما كتشتغلش على سا ديبو. اما الاكراهات اللي كنعيشوها راه الاكراهات كثيره من بين الملاعب، من بينها حتى الاباء واولياء اللاعبات باقي ما دخلوش اكثر في منطقه الشمال، كنتكلم على مدينه طنجه، باقي شويه متخوفين على بناتهم يدفعوهم باش يلعبوا كره القدم، ولكن بحكم كامراه وعندي واحد سياسه بالتعامل مع الاباء والامهات كنشجعهم كنعطيهم انا ليكزامبل، وارى بان كره القدم ماشي غير كره رياضه فقط، بل هناك سبوريتيود كاينه رياضه ودراسه، راه حنا كنشتغلوا على باش نوسعوا القاعده ديال الكره راه الدراسه، ورغم الاكراهات فاحنا كنشتغلوا كنقوموا بالتاطير والتكوين ضروري. نبقاو مرتبطين الاخت بشرى بالرياضه والدراسه لوزاره التربيه الوطنيه بشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه دايرين هذا البرنامج. انتما كجمعيه واش دخلتوا كشركاء مع وزاره التربيه الوطنيه في هذا الباب؟ لا احنا حاليا مازال ما دخلناش، ولكن عندنا مشاركه كنشاركوا معهم في بطولات، بحال مثلا تتنظموا دوريات تحت اشراف الوزاره التربيه الوطنيه والشباب والتعليم الاولي، كينظموا لنا بعد مباريات، هذه كي اللي كنشاركوا حنا كجمعيات. اما الشراكه مازال حاليا حتى جمعيه ما دارت شراكه مع شي. لا التصحيح فقط ان كاين شراكات بين الجمعيات الرياضيه ووزاره التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي، اللي من خلالها كنطلقوا عليه المصطلح ديال دراسه ورياضه. اعود اليك سي عبد الله. شكرا سي احمد. اللي بغيت نسول بشرى يعني ملي كتكلمي على سبوريتود، واش نتوما كتشتغلوا على صعيد الجمعيه و يعني وكتشاركوا المشاركه ديالكم مناسباتيه فقط، وملي كتقولي يعني سبوريتود شحال لا ترونش داج ديال المستفيدات اللي عندكم في الجمعيه؟ باغ اكزومبل حنايا سبوريتود البنيتات اللي عندي في الجمعيه ديالي اللي كاملين في المنتطر ديالي ولا هذا، هذوك من حقي كندخلهم واحد مدرسه في طنجه تيمارسوا فيها كره القدم، وهما تحت اشراف الجمعيه ديالهم او النادي ديالهم، وفي نفس الوقت كيقراو في هذيك ليكول بحال الداخلي، كنقولوا بحال الداخلي كيكونوا تما كيقراو، يعني كي ماكله وشراب هذا المبيت ديالو. وحنايا في السوايع التدريب كيكونوا تابعين الكلوب ديالهم في التدريب، من الامتحانات وهذا تيكون داخل المدرسه ديالهم. وبالنسبه للدوريات اللي كتنظموا من الوزاره ولا سبوريتيد ولا حنايا كجمعيات، كيعيطوا الفراقي اللي عندهم ديجا البنات ديالهم منخرطين، وكان ندير واحد دوري. واش هاد الدوري هذا يعني دوري حر او دوري لمنظم؟ دوري منظم من طرف الوزاره التربيه التربيه الوطنيه والشباب والتعليم، اظن التعليم الاولي والشباب، يعني هذا بحال الرياضه يعني هذا بحال الدوري المدرسي، دوري مدرسي ولكن مخرطين فيه فتيات ديال الجمعيات اللي حنا ديجا بناتنا عندهم سبوريتي تابعنا. لان دابا الا تكلمنا على كره القدم النسويه تبارك الله كما قلت المغرب قطع اشواط، لما تاخذ لي فريق الجيش الملكي مثلا فريق اللي كياتي على الاخضر واليابس، فريق كبير حتى على المستوى القاري، ما فكرتيش مثلا باش تاسسي فريق لكرة القدم النسوية هكذا باش
تتاح الفرصة للفتيات باش يمارسوا. الحمد لله مؤخرا كنا في العصبة الشمال، تتوجنا ببطل عصبة الشمال وعطتنا فرصة، لعبنا مع عصبة الدار البيضاء واحد فريق قوي وربحناه، وجات فرصة أخرى ولعبنا كذلك مع بطل عصبة الغرب اللي كيمثلوا فريق جيش الملكي. صراحة فريق الجيش الملكي فريق قوي، فريق عريق، عنده مدرسة كبيرة. لعبنا مع واحد الماتش كان ماتش في المستوى، حسيت بأن الفريق جيل المستقبل، الفريق توا بدا كيجتهد، بديتنا كنوصلوا كنحاولوا البنيته ديالنا رغم ما عندهمش تجربه، وانما كان الماتش ممتاز وخرجنا بواحد المباراه جد رائعه، يعني ما كاينش الفرق بزاف. دونك اذا حنا راه كنشاهدوا رغم جمعيات ورغم ماشي حنايا فرق كبار وهادي، ولكن ورغم الامكانيات ورغم الاكراهات تحنا في الطريق الصحيح، كنكتشفوا منهم خبرات والتجارب معهم. جيل المستقبل يفترض باش يعطي بطالات ديال نوردن. نعم نعم سي نور الدين، يوم التواجد ديالنا في مركب محمد السادس مع وفد من بلجيكا، فريق بلجيكي إغويدام جيرز، اللي استطعنا يجي عندنا المغرب ويشرفنا في المغرب ويلعب اليوم. اليوم عنده مقابله ديالو، غدا ان شاء الله عنده مقابله مع الفريق المنتخب المغربي ايديسات، اللي كان وجهه تحيه كبيره للمدرب هشام اقصبي مدرب الفئه العمريه ايديسات، وكذلك تحيه كبيره كبيره لهشام دقيق المسؤول على كره القدم داخل القاعه. ان شاء الله ان شاء الله يوم 28 عندنا مباراه وديه مع فريق بلجيكي إغويدام، لينا الشرف لعب معنا رغم حنايا فرقه صغيره ولكن مبتدئه. عندنا ان شاء الله غنلعبوا ماتش في القاع المغطاه، وكذلك ماتش اخر ان شاء الله 29 اللي غيكون دوري مصغر اللي غتنظموه بالطبع جمعيه جيل المستقبل، غنشاركوا بشراكه مع إغويدام بلجيكا، وغيكون معنا اكاديميه تشيبو وواحد الفرقه ديال سميتها نجوم البغاة طنجي. لما لا، علاش لا، من اجل تعزيز الفريق المنتخب المغربي، علاش لا. هذا الشيء اللي شفنا اليوم كيف فرح بزاف، سيرتو حضروا معنا مدربين كبار، عجبهم بزاف البنات ديال بلجيكا تبارك الله ما شاء الله، يستاهل يكونوا معاهم في المنتخب، وهذا هو اللي كنطمحوا له ان شاء الله. مرحبا سي نور الدين، نتكلموا الاخت بشرى على القافله اللي دارت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم النسويه اللي كتدور في المغرب وكتكتشف المواهب. القافله وصلت عندكم لطنجه ولا مازال الاخت؟ لا، احنا مازال الاسبوع القادم ان شاء الله غتكون هذه القافله عندنا ان شاء الله. نبقاو ارتباطا بهذا الموضوع، قلتي بان الفريق جيل المستقبل فاز ببطوله احدى الفئات بالعصبه الجهويه طنجه تطوان الحسيمه، علاش الاخت بشرى ما كنشوفوش الفريق الاول ديال الجيل المستقبل كيشارك في البطوله الجهويه باش يطلع للقسم الثاني؟ لا كنشاركوا، شاركنا لهذا العام والعام اللي هذا العام كانت عندنا مشاركه من اجل الوصول الى القسم الثاني، ما حلفناش الحظ في النهائي المباراه نهايه المباراه يعني في السد، ما حلفناش الحظ لأن ربما
الخبرة للاعبات صغيرات السن، ربما هناك بعض المشاكل اللي كتعرقل لنا دائما. كان في مباراة السد كان كيكون شي خلل، هناك شي خلل، ولكن بحكمي كرئيسة كنلاحظ غيتصلح ان شاء الله، وربما العام الجاي ان شاء الله غيكون فريق ديالنا فريق قوي ان شاء الله. نتمنى هو يكون فريق جيد، ولكن رغم ذلك الفريق ديالي إيديسات فريق جيل مستقبل الفئة إيديسات تمكن يتوج كفريق عصبة الشمال. إذن كفريق بطل عصبة الشمال. الأخت على الفريق ديال اللي جا من الديار البلجيكية، واش غديروا معاه شي شراكة، تبادل الخبرات، تبادل اللاعبين؟ صرح لنا لكن شي إمكانية أن نمر رأينا إن شاء الله. هذه الفكرة جات من طرفين، فريق إغويدام إحنا كدبا ولينا أسرة ماشي كفريق مع فريق، لأن دائما الحضور ديالهم معنا في التدارب ديالنا، دائما كدعمونا، دائما واقفين معنا ماديا ومعنويا صراحتان. هذا الفريق ديال إغويدام دار كان عندنا معه مشروع كبير، لأن كنفكروا مستقبلا نديروا شراكة من أجل الخبرات ومن أجل نساعدوا هذيك البنيتات اللي باغين يزيدوا قدام كرة القدم. سي عبد الله إليك الخط. شكرا سي أحمد. عندي سؤال من عند زهرة من أونفيرس اللي كتسول بشرى، عندكم أن بروجي نتاع المستقبل لجيلي المستقبل، ولكن هذا ستان غرون شونتي اللي خاصو الفلوس، كيف سون فو مويان دو سبزيدياسيون، يعني كيفاش تمولوا هذا المشروع؟ وي انا قلت لك حنايا الفئه العمريه هما اللي عندنا كنستافدوا الحمد لله من الجامعه الملكيه بالمنحه من الجامعه الملكيه اللي كنستافدوا بها، وهي اللي كنوسعوا بها البروجي ديالنا. ممكن نعرفوا القيمه ديال المنحه؟ هذا شيء كامل معروف، لان المنحه ديال الجامعه معروفه ديال الفئات الصغرى هي 10 مليون. وكتكفيكم باش تغطوا النفقات؟ هي صراحه ما كتكفيش، انا نفسي ما كتكفينيش، لان عندي العدد كثير ديال اللاعبات، عندي تقريبا 220 لاعبه، عندي اربع فئات، يعني الاي 9 اي 13 اي 15 اي 17 اي سينيور، دونك دي بلاسمون ترونسبور الوسائل النقل الملاعب كراء الملابس، يعني خاص ميزانيه. الميزانيه لا تكفي، ولكن انا احاول كندير اللي في جهدي. يا ريت لو كان عندي شي دعم صحيح ولا شي ملعب ولا شي وسيله نقل، غنكون ماشي هذا هو اللي كيخليني دائما في مباراة السد. ما عندكمش مستشارين محليين؟ نعم. ما عندكمش مستشارين محليين؟ لا حاليا ما عندناش مستثمرين حاليا. مولاي احمد اذا كان شي ضيف معك استاذ ابو شرا. اوكي مرحبا سيتو تبيا. نقدم لكم استاذ حاليس تيتو. اليك الخط سي احمد. سي تيتو اهلا ومرحبا. السلام عليكم. السلام. لاباس عليك استاذ ديال، بارك الله فيك. الحمد لله. اذا المتتبعين والمتتبعات ديالنا كيشوفوا على ان الاخ سي حاليس تيتو بين المؤطرين ديال الفريق إغويدام البلجيكي. سيستيتو كيفاش كتشوف كره القدم النسويه داخل المغرب؟ بون جي دو اسيستير ا لونترينمون دو ليكيب ليكيب ناسيونال ماروكان، سي ان تري تري بون نيفو. دونك حنا فوالا اون بار دون ان كونسيبت، اون ا اون انفيتاسيون دو لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوتبول. تو دابور جو تيان ريميرسيير دونك لو بريزيدون دو لا فيدراسيون، la fédération même et tout le coach Hicham, Madame Bouchra, qui fait partie du projet, et c'est grâce à elle qu'on est ici aussi.
Voilà, on a là tantôt, j'ai assisté à l'entraînement. Franchement, c'est il y a du très très bon niveau et je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. Hein. Le Maroc est en évolution vraiment parfaite. On est étonné du travail. Je suis étonné du travail qu'ils font et les résultats commencent à suivre. Donc avec les U17 qui viennent de se qualifier. شكرا سي احمد وكنرحب في سيتو السلام عليكم تفضل نوردن شكرا جينيراسيون فيتور بقى écoute احنا on est venu dans un but précis aussi pour la collaboration, c'est que la fédération et M. Hichem, donc le coach de U17, c'est pour, le concept, c'est vraiment pour détecter les filles d'origine marocaine. Donc, on est parti dans un schéma, parce que c'est l'équipe nationale marocaine contre le concept Maroco. Donc, voilà, on est le club des RWDM, mais bon, il y a quand même, sur les 17 filles qu'on a pris, on a 14 filles marocaines, d'origine marocaine. Donc, lui, c'est ça qui l'intéresse le plus. Donc, c'est voir ces filles marocaines évoluant en Belgique avec peut-être une chance à la clé donc, pour ces gamines. Leur donner peut-être une chance dans le futur pour jouer pour l'équipe nationale marocaine. Voilà. Donc, ça, c'est le plus grand concept qu'on a eu. Et franchement, c'est une fierté. Hein, l'accueil est parfait. Ils nous ont pris en charge donc, de l'arrivée jusqu'au départ et tout se passe bien. Inch'Allah, demain, on aura le match à 18h. C'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive à ces gamines. Elles sont hyper heureuses d'être là, de partager ce moment avec les joueuses marocaines de l'équipe nationale du Maroc. C'est un honneur. Franchement, c'est un honneur. Bien sûr, faire de la coopération. À la Tchéchien, comme d'abord qu'un club zèf le venait à Naya, les Marocains seraient la solution. Sommet le Kraya, les deux. Oui, j'ai voulu le bac dialogue. Oui, j'ai voulu le bac dialogue. Qu'est-ce que c'est là? Donc, ils demandent un visa étudiant. Ils viennent en Belgique, ils peuvent étudier, ils peuvent jouer au football, ils peuvent travailler. Donc, ça, c'est la porte la plus facile. Parce que les filles qui ont pas leur bac, ça devient compliqué parce que c'est des contrats professionnels et au niveau féminin, c'est très difficile. Un club ne peut pas donner 8 000-9 000 euros pour une fille qui vient du Maroc alors qu'il y en a là-bas. Par contre, j'ai une jeune qui va normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien, qui a fait ses études aux États-Unis, qui vient de Casablanca. Normalement, elle vient nous rejoindre en juillet pour le club RWDM. Elle va venir étudier en Belgique. Voilà, c'est un exemple. Et Inch'Allah, j'espère que d'autres suivront. Donc, elle va jouer en équipe première. Elle a un petit contrat. Elle va avoir un contrat chez nous. Elle va étudier en Belgique. On va lui trouver un petit travail. Donc, sur le côté. Voilà, ça, il y a toujours la possibilité. Mais ce que je dis, les études sont hyper importantes à ces gamines. Peut-être que ça va faire réfléchir d'autres. شكرا سي نوردين سي ستيتو لوم دو تيران يعني كيلكان كي كوني سي ستيتو فو ديكوفري لو فوتبول فيمينا ماروكان كيل سون لي شونس بور رياليزي سو بروجي دون بوشترا لا بريزيدونت مو جيمي علي Je reste toujours positif, ça va réussir, Inch'Allah, ça va réussir. Et c'est déjà en train de réussir, donc on est là. On va revenir en février. Voilà, le coach maintenant, il m'a dit, normalement, il y a 3 ou 4 filles qui vont être appelées pour le futur stage. Donc, c'est déjà une réussite. Hein. Et avec Mme Bouchra, Mme Bouchra. Est-ce que vous allez vous contenter seulement de l'association de Bouchra ou vous allez vous ouvrir sur d'autres associations? Pour le moment, on est avec Mme Bouchra, donc d'autres associations, ça va être difficile.
ça va être très difficile parce que bon, travailler avec plusieurs clubs, c'est pas possible. Moi, je suis venu avant de dire quoi que ce soit. Bon, j'ai visualisé, je suis revenu. C'est déjà 6-7 fois hein, que je suis chez Madame Bouchra, donc à son académie. Et j'ai vu une progression énorme. D'ailleurs, elle a été vice-championne du Maroc avec les 17. Ça veut dire que son travail a payé. Elle a plus de 200. Est-ce que vous ne pensez pas à un parrainage de cette association? Non, c'est bien sûr. C'est déjà en cours. Le parrainage est déjà en cours. Hein. Ça, c'est normal. Le parrainage est déjà en cours. C'est tout à fait normal. Oui. سحمد الى عندك سؤال يعني حول احتضان هذا الجمعيه من طرف الفريق ديال اير دبليو في دي ان. كيفاش السؤال ممكن نوجهه للاخت بشرى؟ وبالمناسبه قبل ما نرجع عند الاخت بشرى كنشكروا السي ستيتو على التضحيات ديالو على المواكبه ديالو على الدعم ديالو للفرق الوطنيه الغيره ديالو الكبيره على كره القدم النسويه بالمغرب كتخلي انه يشتغل بزاف. سي ستيتو شكرا بارك الله فيك. السلام سعيد. سلام اخت بشرى. نعم. نبقاو ارتباطا وباختصار في الخطه المستقبليه اللي عندكم مع فريق اير ويدام بلجيكا باش نعرفوا شنو كاين الجديد بيناتكم. ان شاء الله بغينا ندير واحد شراكه تعاون وتبادل الخبرات ولما لا تتبادل اللاعبات مستقبلا. هذه هي الفكره اللي حاليا نشتغلوا عليها ولكن مازال في البارتنريا يعني ان شاء الله هذا اللي نتفقوا على عده امور اللي مازال كل كلوب يوضح الاخر وان شاء الله ثقتنا كبيره بالفريق البلجيكي اغويديم ان شاء الله. سي عبد الله اخر سؤال باش نختموا الحلقه ان شاء الله. اللي بغيت نقول للاخت بشرى والسي ستيتو نصوم يعني لا راديو فولتر اي تا فوتر ديسبوزيسيون ان امبورت كيل مومون. نحن رانا اشاراتكم سيده بشرى ورانا اشارات الجمعيه ديالكم. شكرا استاذ لينا الشرف تاعنا نتواجدوا معكم في راديو فولتر. كلمه اخيره سي الاخت بشرى. كنوجه لكم تحيه كبيره على الالتفات الرائعه ولاد المبادره الجميله اللي عطيتونا الفرصه باش نهضروا على فريق ديالنا جيل المستقبل وكذلك على الشراكه اللي غتجمعنا ان شاء الله مع اغويديم. وكنتمنى نكونوا عند حسن ظن الجميع واللي يحشمنا وغدا ان شاء الله ما كرهتكمش تكونوا معنا في المباشر لان غدا يكون ماتش ما بين اغويديم والمنتخب المغربي ديالنا اللي كنتمنوا له التوفيق مستقبلا. بالمناسبة كنتمنى أننا حلقة أخرى نكونوا معكم كنحضروا البارتنريا أوفيسيال بصفة رسمية. كنتمنى نعم. حظ موفق للجيل المستقبل. شكرا للأخت بشرى، شكرا سيستيتو، شكرا للمتتابعين والمتتبعات ديالنا، شكرا زميلي وصديقي سي عبد الله، شكرا سي نور الدين. نخبر السادة والسيدات المتتابعين والمتتبعات أن الراديو غيكون في عطلة إن شاء الله إلى بداية الموسم الرياضي. كلمة أخيرة سي عبد الله أنت. شكرا لك. نتمنى إن شاء الله باش البرامج اللي كنقدموها للمستمعين الكرام تروقوهم ونحن في خدمتهم وطبيعة الحال مرحبا بآرائكم وانتقاداتكم. عطلة سعيدة للجميع. إلى اللقاء في أبيانتو. إلى اللقاء.